أهلا بكم. طريق حلقي يحيط بالعاصمة بغداد. هذا الطريق يتكون من 3 مقاطع وينضم لقائمة المشاريع لفك الاختناقات المرورية. فهل يساهم في حل الأزمة؟ هل سينصف المركبات وينهي معاناة أهالي بغداد؟ حديث المشاريع يتجول في الأزقة ولا يخرج منه إلا ما يتحقق على أرض الواقع، منها من كان محط اهتمام وإشادة، ومنها من تعرض للانتقاد. وفي كل الأحوال جهود الإعمار مستمرة وأجواء الاستقرار مساعدة، لكن المواطن ينتظر الإنصاف حتى لو كان يطالب بضعف المرصود، لأن الحرمان عصف بالبنى التحتية لعقود من الإهمال، كالإهمال الذي طال المباني المدرسية والكتب المنهجية. فلا طاقة تستوعب الحاجة وما ولا ملجأ إلا الأسواق لشراء الاحتياج. فهل هذا يرضي أولياء الأمور؟ أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن ملفنا الأول سيكون عن مباشرة وزارة الإعمار والإسكان بإحالة تنفيذ مشروع الطريق الحلقي الرابع حول مدينة بغداد. إذن سيكون معنا المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان الأستاذ استبرق صباح. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا بجنابك. بداية أعلنت أنه تمت إحالة المشروع الطريق الحلقي الرابع حول بغداد، شنو تعني هذه الإحالة ومتى تبدأ المباشرة الفعلية بإنشاء هذا الطريق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على إتاحة هذه الفرصة، أسعد الله مساءكم ومساء مشاهدين قناتكم الموقرة. فيما يخص الطريق الحلقي الرابع، هو الR4 أو الرينج رود الرابع اللي يحيط بمدينة بغداد. اليوم مدينة بغداد تحيط بها أكثر من طرق دائرية، اللي هو الطريق الأول والثاني والثالث، واليوم الوزارة تعمل بطريق الحلقي الرابع. هذا المشروع بالحقيقة هو مشروع تنموي كبير يدعم قطاع الطرق والجسور في العراق بشكل كبير، ويساهم في نقل الحركة المرورية من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية ومن كل الأطراف دون المرور بالعاصمة بغداد. هذا المشروع بالحقيقة يتكون من 3 مقاطع. المقطع الأول اللي هو يبدي من مقطع نهر ديالة وصولا إلى طريق دور يوسفية، ومن ثم دور يوسفية إلى طريق أبو غريب. هذه المقطعين سيتم تنفيذها من قبل شركات الوزارة. المقطع الثالث والأخير، شركات الوزارة شركات الإعمار والإسكان. بالضبط، نعم، زين. المقطع الأخير اللي هو يمتد من طريق نقطة التقاء أبو غريب وصولا إلى مدينة الصدر الجديدة، هذا سيتم إحالته إلى شركات أجنبية أو ربما محلية حسب ما يتم تقديم عليها، وسيتم تأهيل الشركات خلال الفترة القادمة إن شاء الله. زين، خارطة هذا الطريق بأي المناطق سيمر؟ يعني خلينا نتحدث مثلا اللي من أبو غريب إلى مدينة الصدر، يقول لك أكو يمكن من طريق التاجي وارتبط بالقناة يطلع يوصل. يعني هذا راح يمر بعدة مسارات. اليوم احنا تم يعني خلينا نقول الانتهاء من هذا الطريق. زين. طول الطريق هو بحدود 94 كيلومتر. زين. سيمر بعدة مناطق وصولا الآن ذكرت لحضرتك خلال 3 مقاطع هي المناطق الرئيسية، لكن بكل تأكيد سيمر بعدة مناطق أخرى تفصيلية. اليوم الوزارة أنجزت التصاميم وبصدد إكمال المباشرة بأعمال خلينا نقول التنفيذية أو التخطيطية اللازمة لإطلاق هذا المشروع الكبير خلال الفترة القادمة. من المسؤول عن تصميم هذا المشروع؟ شركات
عراقية. يعني هي بالحقيقة اليوم وزارة الإعمار والإسكان بالحقيقة يعني هذه المشاريع هي تنفذ من خلال دائرة الطرق والجسور. نعم. اليوم معنا الكثير من المكاتب الاستشارية يعني فيما يخص مشاريع فك الاختناقات المرورية، المصمم أو الاستشاري هو شركة خطيب وعلمي، باقي المشاريع ربما تصمم من نفس المكتب أو ربما يتم تصميمها أيضا من قبل الكوادر في دائرة الطرق والجسور. زين، نتحدث عن المباشرة الفعلية، شو وقت تنطلق يعني تبدأون بالأعمال على أرض يعني الواقع؟ يعني هو مثل ما ذكر معالي السيد الوزير خلال الأسبوع القادم، يعني إن شاء الله خلال الأسبوع خلينا نقول الفات، خلال الفترة القادمة إن شاء الله سيتم تأهيل الشركات لغرض المباشرة بأقرب وقت ممكن. طبعا يأتي هذا العمل بالإضافة إلى عملنا في مجال فك الاختناقات المرورية الحزمة الأولى والحزمة الثانية. زين، هسا احنا إذا نتحدث عن الطرق الحلقية في العاصمة بغداد الثلاثة، إذا نحكي على مثلا سريع محمد القاسم والقناة ومطار المثنى، نعم، ذني الطرق ماكو اتصال وثيق تشوفه بينات، هذا الطريق الحلقي الرابع سيكون متصل تماما دائر مدار العاصمة. نعم، بغداد أكيد. نعم أكيد هذا سيكون متصل، وزارة الإعمار نشرت بالحقيقة الخرائط أو المسار والإحداثيات الدقيقة فيما يخص خريطة تفصيلية وصورة جوية نشرناها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بوزارة الإعمار والإسكان، وكان هنالك توجيه للمواطنين الكرام بعدم شراء القطع الأراضي في المسار الطريق اللي مار عليه. هاي النقطة مهمة أنا ردت أسألك عليها، أنه زين اليوم المواطن مين يعرف أنه هذا الطريق راح يمر منه، وإذا نتحدث عن شراء الأراضي فأني أشتري أرض مملوكة يعني لشخص، نعم، كيف من الممكن أن يمر طريق بأرض مملوكة؟ إحنا بالحقيقة إحنا ليش نوهنا وبصراحة أطلق معالي السيد الوزير توجيه وخلنا نقول نداء للمواطنين الكرام، نعم، بعدم شراء أراضي ضمن هذا ضمن الواقعة ولهذا السبب الحقيقة دفعنا إلى أن يتم نشر الخريطة التفصيلية أو الصورة الجوية التفصيلية، نعم، لكافة المسارات خلينا نقول أو المسارات التنفيذية اللي مر به هذا الطريق. هذه المخاطبات وهذا النداء تقصدون الأراضي الطابو الزراعي لو الطابو حتى الصرف؟ لا طبعا حتى الطابو الصرف، لأنه أنت تعرف اليوم حضرتك أستاذي يعني أي مشروع التي تسوي بكل تأكيد سيمر يعني على 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 أرض الواقع، سيمر بأراضي زراعية وأراضي طابو. فيما يخص الأراضي الزراعية أيضا سيتم التعامل معها بشكل وفق القوانين السائدة أيضا، وبالتالي قد نحتاج إلى بعض الاستملاكات، يعني اليوم في مشاريع الطرق والجسور احتجنا إلى استملاك بعض المناطق لغرض إنشاء هذه المشاريع في العاصمة بغداد، وتم التعامل عليها وفق القوانين السائدة. في حال مرور هذا الطريق بأرض مملوكة لشخص أو عدة أشخاص مثلا، شلون يتم حل هذا الموضوع؟ يعني هذا اليوم اكو قانون الطرق على ما اعتقد يمكن قانون رقم 35، هذا يجيز بين دائرة الطرق والجسور ان تستملك اي قطعه ارض لغرض تنفيذ مشروع ذو نفع عام، وبالتالي يصار لان تكون هنالك لجنه لغرض تقييم الاراضي وفق الاسعار السائده ويتم شرائه او استملاكها من صاحب العقار لغرض تنفيذ المشروع. جيد استاذ تبرق، اذا اريد نتحدث عن الفائده المرجوة من هذا الطريق وكيف سيؤثر على سير المركبات، إذا نتحدث على المركبات الحمل اللي تدخل اليوم نشوفها تدخل في قلب العاصمة بغداد، إذا دخلت من شمال العاصمة حتى تروح جنوب العاصمة أو مرورا بالعاصمة بغداد، هذا الطريق وفق تصميمه من الممكن أن يخلص يعني الشاحنات من دخول العاصمة بغداد؟ نعم أكيد بكل تأكيد، يعني أنا ذكرت جنابك والسادة المشاهدين في بداية الحلقة، هذا الطريق من شأنه أن يعمل على دعم وتطوير حركة النقل والمرور في محافظة بغداد. اليوم محافظة بغداد هي محافظة مليونية ذات كثافة سكانية عالية جدا إذا ما قرنت بمساحتها الجغرافية الصغيرة نسبيا، وبالتالي هي بحاجة إلى استراتيجيات تنفيذية على أرض الواقع، وهذا ما دفع الحكومة الحالية للتفكير في إيجاد سبل ناجحة من غرض تخفيف الزحامات المرورية من خلال وزارة الإعمار والإسكان وبالتحديد دائرة الطرق والجسور. بصراحة كانت لدينا عدة استراتيجيات وهناك الكثير من المشاريع التي تأتي لغرض تخفيف الزحامات بداخل العاصمة، منها مشاريع فك الاختناقات المرورية الحزمة الأولى والحزمة الثانية والطريق الحلقي الرابع، هذا طبعا هو مشروع حيوي بصراحة طوله قد يمتد إلى أكثر من 96 كيلومتر وبحاجة إلى تخصيصات مالية ليست بالقليلة وعدد 96 وبعرض 100 متر بالضبط، إضافة إلى أنه يحتوي عدد من الفعاليات التجارية ومخازن للتبادل وما إلى آخره،
هذا المشروع سيكون مشروع متكامل لغرض تخليص أو أن يلعب دورا هاما بالحقيقة في تخفيف الزحامات المرورية في العاصمة بالإضافة بغداد. إلى أنه سيمر على مناطق في أطراف العاصمة بغداد، هذا من الممكن أن يحييها بالضبط، من الممكن أن يحفز الناس بالضبط. على يعني السكن في هذه المناطق بالضبط. يعني اليوم تعرف جنابك وسادة المشاهدين الطرق والجسور هي بمثابة الشرايين والأوردة في داخل جسم الإنسان بالضبط. متى ما تم إنشاؤه في مكان معين بكل تأكيد ستبث الحياة في تلك الأماكن، ستعمل على توزيع منتظم للفعاليات أو استعمالات الأرض في تلك المناطق، ستقوم بإحياء تلك المناطق، أقيام تلك المناطق بكل تأكيد أيضا ستزداد شيئا فشيئا، وبالتالي هذا ما يشجع المواطن إلى السكن ربما الذهاب إلى الأطراف. أيضا نحن الآن وزارة الإعمار والإسكان تدرس إنشاء الطريق الحلقي الخامس مستقبلا في المستقبل القريب، إضافة إلى هذا المشروع. هذا شنو تفاصيل الطريق الحلقي؟ يعني هذا بعد بصراحة قيد الدراسات خلينا نقول التخطيطية أو التنفيذية، لكنه يعمل خلينا نقول إلى نفس الدور بطريق الحلقي الرابع. اليوم بصراحة يعني خلينا نقول أفضل الطرق التخطيطية فيما يخص المدن لغرض التخطيط هو تخطيط الدائرة للمدن. نعم. يعني محافظة بغداد إذا ما تشوف جنابك في التصميم الأساسي منها عندما تم تصميمه مسبقا تحتوي على عدة حلقات للرينج ليول الطوق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، واليوم وزارة الإعمار والإسكان بصراحة جاهدة من أجل تنفيذ تلك المشاريع الاستراتيجية والحيوية لغرض تخفيف الزحامات في داخل أو قلب العاصمة بغداد. جيد أستاذ استبرق، كم من الوقت مخصص لهذا المشروع و حتى الانتهاء من تنفيذه؟ يعني هو بعد احنا بصراحة اكملنا انجزنا التصاميم وقيد الإحالة، لكن ان شاء الله بكل تأكيد سيتم الاطلاق عن خلينا نقول المعلومات الاكثر دقة والاكثر تفصيلا ان شاء الله بالتزامن مع اطلاق الاعمال التنفيذية ووضع الحجر الاساس لهذا المشروع. كم جهة ستكون منفذة لهذا الطريق؟ يعني انا ذكرت جنابك هو يتكون من 3 مقاطع، المقطع الاول والثاني سيتم تنفيذه من قبل شركاتنا المختصة في الوزارة، والمقطع الثالث سيتم تنفيذه من قبل شركات يعني خلينا نقول قطاع خاص سواء كانت محليه او اجنبيه. لحد الان ما تم اختيار الشركات؟ لا تاهيل الشركات ان شاء الله سيتم خلال المرحله القادمه. جيد. اليوم المواطن يتساءل يقول موضوع الطرق والجسور، الجسور تحل ازمه كبيره من الاختناقات المروريه، لكن العاصمه بغداد بحاجه الى انشاء طرق جديده، هل وزاره الاعمار والاسكان عازمة على إنشاء طرق جديدة في العاصمة بغداد من الممكن أن تساهم بشكل كبير في حل الزحامات المرورية؟ والله أستاذي خلي أقول لك، يعني إحنا بصراحة المواطن اليوم دي تصير عنده لبس ما بين مسؤولية وزارة الإعمار والمسكان وما بين مسؤولية أو تداخل المسؤوليات فيما يخص الوزارة أو أمانة بغداد أو محافظة بغداد. هذه المشاريع ومنذ إطلاق أو تشكيل الحكومة الحالية ومنذ إطلاق مشاريع فقد الاختناقات المرورية بالحقيقة كان هنالك تكليف من قبل دولة رئيس الوزراء المحترم لوزارة الإعمار والإسكان أن تتولى وزارتنا ومن خلال دائرة الطرق والجسور بالمباشرة بإنشاء مشاريع فقد الاختناقات المرورية. الحزمة الأولى منها البالغة 16 مشروع، وباشرنا أيضا أطلقنا الأعمال التنفيذية في وبالتحديد المشروع الأول من الحزمة الثانية، وأيضا لدينا اليوم عمل بالطريق الرابع. بصراحة جملة هذه المشاريع بكل تأكيد ستخفف الزحامات من العاصمة بغداد وتلعب دورا حيويا، إضافة إلى هذه المشاريع خلينا نقول المضي بمشروع مترو بغداد. نعم. مترو بغداد أيضا له دور كبير وفاعل الذي يخدم قرابة من 3 إلى 3.5 مليون نسمة في العاصمة بغداد. تنفيذ مترو بغداد مسؤولية أي جهة؟ تنفيذ مترو بغداد وزارة النقل زائدا أمانة بغداد. نعم. جيد. أكو تجارب في بعض الدول أنه إنشاء طرق بمساعدة القطاع الخاص، لكن نشوف في كل الدول أنه هذا الطريق ذات مر تدفع فتشي رمزي، السائق يدفع شي رمزي، يشوف هذا الطريق مؤثث أفضل تأثيث وكل أنواع الخدمة موجودة، نقدر ننقل هذه التجربة داخل العراق حتى تيجي الشركات تستثمر، افتح طريق وبالتالي المواطن مخير، تريد تمر السيارة مثلا 250 دينار يعني ربع أقل أكثر، هذا معمول به باغلب الدول. يعني ممكن الاستفاده من اي تجارب، لكن ثق استاذ يعني اليوم وزاره الاعمار والاسكان بصراحه نحن مستنفرين. وزاره الاعمار والاسكان مستنفره منذ تشكيل الحكومه خلينا نقول بكل طاقاتها وبكل تشكيلاتها وبخاصه اليوم يعني الطرق والجسور. اليوم دائره الطرق والجسور تلعب دورا حيويا ليس فقط في مشاريع فقد الاختناقات
أو طريق الحرق الرابع، سواء كانت هذه المشاريع في داخل محافظة بغداد بقدر ما تلعب دوراً أيضاً دوراً حيوياً. اليوم لديها مشاريع فيما يخص قانون الأمن الغذائي، ولديها مشروع فيما يخص الموازنات الاستثمارية، نعم، ولديها مشروع كثيرة وبالعشرات مدرجة ضمن البرنامج الحكومي، وأيضاً لدينا يعني فيما يخص إنشاء مشاريع جديدة وجسور الرابطة فيما يخص بين المحافظات، إضافة إلى لدينا الكثير من المشاريع صيانة الطرق. كل هذا بمجملة بالحقيقة من شأن أن يدعم قطاع الطرق والجسور في البلد. ما تفضلت به جنابك فيما يخص بعض التجارب العالمية أو إمكانية نقل، طبعا لا بس ممكن متى ما أن يتم عرض أي تجربة وتخضع للنقاش ومن ثم بيان مدى تطبيق سلبياتها وإيجابياتها في البلد، ليش لا ممكن أن يصار لا مثل هذه المشاريع مستقبلا. خلي نتحدث شوية بمشاريع الحزمة الأولى اللي انطلقت. إذا نتحدث عن أهم ساحتين في العاصمة بغداد فهي ساحة عدن وساحة النسور، نعم، نسب الإنجاز ممتازة جدا، نعم، لكن نريد نعرف من جنابك أنه موعد افتتاحها، نعم، النهائي. يعني فيما يخص ساحة النسور مثل ما تفضلت به جنابك، بالحقيقة هي كل مشاريع فك الاختناقات المرورية هي ذات أهمية، وإلا بصراحة ما كنا أن قمنا بمشروع معين في مكان معين دون أن تسبق هذا المشروع دراسات تخطيطية وتصميمية مع الجهات ذات العلاقة، نعم، وبالتالي يعني خلينا نقول ضرورة هذا المشروع قيامه في تلك المكان أو الموقع الجغرافي. فيما يخص مشروع ساحة النسور، ساحة النسور يتكون من خمسة فقرات. الفقرة الأولى هو مجسر اللي رابط من ابتداء من مول بغداد باتجاه ساحة النسور، نعم، اللي تم افتتاحها من قبل خلال الفترة الماضية، صح، إضافة إلى ثلاثة أنفاق اليوم تعمل بها الوزارة من خلال الشركة المنفذة، ومجسر المحاذي لمستشفى اليرموك حاليا. يعني خلينا نقول مطلع العام القادم إن شاء الله أو خلال الفترة القادمة سنتمكن من افتتاح نفق أو نفقين آخرة من فيما يخص ساحة النسور. ساحة النسور بالحقيقة مشروع بقدر ما هو مهم بس بقدر ما هو فيه بعض التعقيد خصوصا من ناحية الإنشاء بصراحة لكثرة التعارضات في ذلك المكان بالتحديد. واجهت الشركة بالحقيقة ووزارة الإعمار ودارة الطرق تحديات ليست بالسهلة في هذا المشروع بالتحديد. واجهنا تحديات فيما يخص مشاريع المجاري أو صرف الصحي، أنابيب المياه، أنابيب الكهرباء، الدعش كيفي، إضافة إلى قابلوات الاتصالات بحكم قرب هذا المشروع بالتحديد من وزارة الاتصالات أو برج المأمون. لكن بصراحة الوزارة متمثلة بدارة الطرق والجسور ومن خلال الشركة المنفذة والاجتماعات الدورية الحمد لله نتمكن من اجتياز هذه التعارضات. نسبة الإنجاز بالوقت الحالي؟ نسبة الإنجاز بشكل عام بالحقيقة يعني ما يحضرني الرقم بقدر ما أقول لك أنه مشاريع فك الاختناقات المرورية نسب الإنجاز الفعلية بها هي أكثر من النسب المخططة قطعا، ولا ما استطعنا أن نفتتح المشاريع قبل الموعد المقرر إلها. هذا فيما يخص ساحة عدن. هذا فيما يخص النسور. هذا فيما يخص النسور عدن موضوع آخر. فيما يخص تطوير ساحتي عدن وصنعاء يعني إن شاء الله نتمكن من افتتاح هذه المجسرات في النصف الثاني من الشهر الحالي إن شاء الله. أكملنا يعني 15/10 يعني إن شاء الله شوية أكثر، 15/10 شوية أكثر بقرابة أسبوع أقل الأسبوع إن شاء الله. اليوم نضع اللمسات الأخيرة فيما يخص هذا المشروع. هذا المشروع بالحقيقة مشروع تطوير ساحتي عدن وصنعاء أيضا مشروع مهم جدا يخدم عدد ليس بالقليل من المناطق السكنية ذات الكثافات السكانية العالية، يخدم مدينة الكاظمية ويخدم مدينة الحرية ومدينة الشعلة والجوادين وأجزاء، نعم، من الحي العدل، ويلعب أيضا دورا محوريا في نقل الحركة المرورية باتجاه المحافظات الشمالية وصولا إلى بوابة بغداد. أكو مشاكل واجهتها الشركة المنفذة في مشروع ساحة عدن؟ على ما أعتقد كان الموعد الأولي لإنجاز هذا المشروع هو في شهر السادس من هذا العام. والله السادس هي يعني خلي أقول لك بصراحة وللسادة المشاهدين، اليوم بصراحة العمل في محافظة بغداد هو مو سهل. ليش؟ لأنه أنت اليوم دا تعمل في محافظة مليونية مكتظة، إضافة إلى أنه أنت دا تعمل في موقع جغرافي أنت ما قطعت عن الحركات المرورية. يعني الوزارة بصراحة كانت حريصة ومنذ الوهلة الأولى لإطلاق هذه المشاريع أن تكون الحركة المرورية بجانب هذه هي سالكة،
وهذا ما تم بصراحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء كانت وزارة الكهرباء أو الأمانة أو المرور، إضافة إلى كمية التعارضات اللي نواجهها في حركة في التخصيص. يعني تعرف جنابك اليوم أي مشروع نريد نسوي، تعرف إيش كم طرف إحنا نقدر لازم نأخذ موافقته، لازم تأخذ موافقة الآثار، لازم تأخذ موافقة النفط والداخلية والكهرباء والزراعة والسكك وما أعرف إيش إلى آخره. زين، أنت إيش قد من الجهد اللي تريده أو إيش قد من الجهد اللي لازم تبذله، زائدا الوقت الكثير في سبيل أن تخلص من هذه التعارضات أو التحديات لحد ما تيجي تنشأ. إضافة إلى أنه بصراحة عدم وجود خرائط دقيقة، خلينا نقول فيما يخص إمدادات البنى التحتية لمحافظة بغداد، هذا بدوره أيضا شكل خلينا نقول تحدي لدينا، خاصة في الوهلة الأولى. يعني اليوم أنت قد تحفر في مكان معين لغرض مثلا إنجاز ركيزة معينة أو بايلات معينة لمشروع معين، ويطلع لك مشروع مي، يطلع لك مشروع مجاري، يطلع لك قابلوات كهرباء، اتصالات إلى آخره، فتحتاج إلى أن تحول هذا التعارض، وهذا التعارض أنت ما تقدر تحوله مباشرة قبل ما تنسق. لكن بصراحة دولة رئيس الوزراء كان توجيهها واضح منذ أبان إطلاق هذه المشاريع، كان إنه هذه المشاريع هي ذات مساس مباشر بأولوية المواطن، ويجب أن تنجز بأسرع وقت ممكن وضمن أعلى المواصفات المعايير الممكنة. بدورها وزارة العمار والإسكان متمثلة بمعالي الوزير المحترم، كانت هنالك اجتماعات دورية، خلينا نقول شبه يومية أو أسبوعية، وعلى أساس هذه على أساس هذه الاجتماعات تشكلت فرق خاصة لمتابعة هذه المشاريع، وتم تشكيل فريق متابعة خاص بكل مشروع لغرض الوقوف على تحديات المواطن العراقي. السائل يقول على مدى 20 سنة ما شفنا أي مشاريع تنفذ ولا أي جسور، الدعم المباشر والمتابعة المباشرة من قبل السيد رئيس الوزراء فاتكم بإنجاز هذا المشروع، وشنو كان تأثيره؟ طبعا أكيد أستاذ العزيز، أنت تعرف حضرتك وجنابك والسادة المشاهدين، وزارة العمارة والإسكان هذا السؤال طبعا دائما ما ينطرح علينا بالفضائيات، وين كانت وزارتكم بالعهود السابقة وليش وزارتكم هسه؟ يعني هي وزارتنا هي وزارة ومؤسسة تابعة إلى الحكومة العراقية، تمام؟ هي بكل تأكيد تتأثر سلبا أو إيجابا بالمحيط، مدى ما كانت خلينا نقول الاستقرار السياسي أو الاستقرار الأمني مع توفر التخصيصات المالية اللازمة، بكل تأكيد كل وزارة التخصيصات المالية كانت تؤخذ من المواطن، بالمرور يدفع 30,000 طرق وجسور. اي نعم، بس وين تروح هاي؟ وين تروح ما اعرف، هاي تروح لوزارة المالية. زين، احنا دا نسب كانت نسب نسبة لأمانة بغداد، نسبة للطرق والجسور، نسبة للمالية. احنا ابدا للأمانة، وهذا انا دائما ما اعيده واكرره من خلال سادة المشاهدين من خلال شاشتكم الموقرة، دائما احنا فيما يخص ما يثار مسألة الطرق والجسور فيما يخص هذا بالتحديد، هذا لا يعود إلينا بصراحة. نحن ننتظر دائما يعني مشاريع طرق وجسور سواء كانت تنتظر تخصيصات من وزارة المالية، شو وقت ما تمولها يلا تقدر تباشر بمشاريع الصيانة، خصوصا من صيانة الطرق أو صيانة الجسور العابرة لنهر دجلة في داخل التصميم الأساسي لمحافظة بغداد، وهو من مسؤوليتنا يعني من مسؤولية الوزارة من خلال دائرة الطرق والجسور. لكن بصراحة أعود لجنابك الكريم، وين كنتوا أو ليش ما كان لكم ذاك الدور؟ وأرجع وأقول يعني إحنا جزء من الحكومة، وبالتالي متى ما تتهيأ البيئة المناسبة والداعمة بكل تأكيد وزارة، وليس فقط وزارتنا وباقي الوزارات بكل تأكيد أيضا سيكون لها الدور الفاعل والواضح هذه البيئة اللي تتحدث. واليوم بصراحة وزارة العمار والإسكان ومن خلال الحكومة الحالية احنا بصراحة يعني مثقلين جدا، اكثر من 31% من مشاريع البرنامج الحكومي ككل يقع على عاتق وزارتنا، واكثر من 21% يقع على عاتق وزارتنا يعني في باقي الوزارات زائدا الجهات غير مرتبطة بالوزارة. وللأمانة اقولها يعني بفضل يعني القيادة اليوم الموجودة في الوزارة، اليوم الوزارة استطاعت والحمد لله من خلال تقرير النصف السنوي الثالث اللي قدم إلى مجلس الوزراء المقر أن نحصل على المركز الأول من بين الوزارات بنسبة إنجاز 91% لإنجاز لمشاريعنا للبرنامج الحكومي. ممتاز جدا. اللي البالغة بحدود 138 مشروع. ممتاز جدا. شلون نقدر نحافظ على هذا الإنجاز وهذا النجاح؟ اليوم المواطن
ايضا يعني يعاني من نشوف طريق مسدود، شارع مسدود، فلكه مسدوده، ممر رئيسي مسدود، ويصبر ينتظر الفرج وان شاء الله يعلمه شوفه يصبر وراضي. نعم. يقول لك نريد حفاظ على هذا الطريق، ما ممكن تجي سياره حملها 50 و60 و70 طن تدوسها واني سنه واحده وخلاص يخرب الشارع من جديد، راحت الفلوس راحت الطرق. لا طبعا اكيد استاذ، احنا اليوم ايضا بدنا نعمل فيما يخص محطات الوزن، لدينا 83 محطه وزن. تم تشغيل، خلينا نقول هذا المشروع بالتحديد ان يصار الى خلينا نقول المرحله الاولى ومرحله ثانيه. المرحله الاولى هي 53 محطه وزن، والمرحله الثانيه ما تبقى من 83. من 53 كانت هنالك او بصراحه شغلنا جزئيا منها بحدود 6-7 محطات وزن، وهذا الشيء طبعا هو من مسؤوليه دائره الطرق والجسور. نعم. بكل تأكيد طبعا يعني اليوم محطات الوزن والمحافظة على الأوزان المحورية للشاحنات من شأنه أن يصار إلى أن يتم المحافظة على الطرق الخارجية بالتحديد، لأن تعرف الطرق دائما ما تصمم وفق الخلطات أو يتم تصميم الخلطة الإسفلتية. نعم. لغرض أن تتحمل وزن معين وضمن ظروف جوية معينة. نعم. بسؤال أخير أسألك عن الطريق المحاذي لشارع أبو نواس، تفاصيله وطريقة تصميمه وشنو المعلومات المتوفرة عند حضرتك؟ يعني هذا يقع ضمن مشروع تطوير ساحة النسور تطوير شارع أبو نواس وجسر الجادرية. نعم أيضا هذا يتم تنفيذه من قبل شركة إحدى الشركات ذات العلاقة، أعتقد ما شركة لبنانية، وبصراحة هي كل المشاريع يعني هي اليوم تنجز على أرض الواقع بنسب إنجاز فعلية أكثر من المخطط. التفاصيل من وين يمر وين يؤدي وارتباطاته بأي الطرق؟ يعني هو يتكون من أكثر من فقرات، أكثر من فقرة واحدة. الفقرة الأولى هو يتكون لتوسعة شارع أبو نواس ابتداء من ساحة شهداء الكرادة وصولا إلى جسر. نعم. وصولا إلى جسر زها حديد. أيضا لدينا جسر عابر لجسر جسور عابرة لنهر دجلة اللي هي محاذية لجسر المعلق، ولدينا أيضا جسر آخر يعبر جزيرة أو ما يسمى بجزيرة الخنازير ويلتحم بمقتربات القادسية وصولا إلى مشروع تطوير ساحة النسور. نعم. المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان الأستاذ استبرق صباح، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا ملفنا الثاني سيكون عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، نفتتحه وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي. تشهد الأسواق العامة والمكاتب في العاصمة بغداد إقبالا واسعا من قبل الأهالي لاقتناء الدفاتر والقرطاسية استعدادا للعام الدراسي الجديد، وبين الفرحة والشكوى مواطنون يعربون عن استيائهم من غلاء الأسعار بشكل كبير، مطالبين بتوفير كافة المستلزمات المدرسية للحد من جشع بائعيها. عندي 5 جهال دوام مدرسة بمتوسطة وابتدائية، واحد روضة وهسه صار أول ابتدائي. كل سنة أجي هنا أنا أصرف لي 200-250 ألف من الدفاتر من القرطاسية، مرات أغلب الأوقات بالبداية العام الدراسي الجديد يعطونا كتب لو نقص بيهن لو كتب مملخة، فنضطر نجي ناخذ هنا. إذا هم الدولة توزع كتب بعد الطالب ما يشتري كتب من هنا، يظل على البث، إذا ماكو لازم يشتري من هنا، ينجبر يشتري لأن كتاب غاليات هنا الكتب. مع بداية كل عام دراسي تعود أزمة ارتفاع أسعار الملابس والجنط إلى ضعف سعرها الحقيقي في ظل كثرة الإقبال عليها، ناهيك عن نقص الكتب المدرسية التي تسبب بمعاناة الكثير من الطلبة مما يضطرون إلى شرائها من المكتبات الخارجية. والله احنا متأملين من الدولة تدعمنا وتدعم الفقراء وتدعم اللي عنده 5 نفرات 6 نفرات اللي هم طلاب بهذا الوقت. احنا نشوف يعني هسه انا جاي من كربلاء، لان الاسعار كلش غالية عندنا هناك، يعني الصدرية 39-35، قلنا هنا اجينا هنا هم ما تكفي، يعني انا جاي ويا 250-300 ألف ما صورت تكفينا على هاي الغلاء. يتكرر المشهد مع كل بداية عام دراسي جديد، حيث باتت عملية تأمين الملابس والقرطاسية عبئا ثقيلا على كاهلي محدودي الدخل. من العاصمة بغداد، شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية.
إذن أناقش هذا الملف مشاهدينا الكرام مع الباحث والتربوي الأستاذ داود الحلفي. مرحبا بحضرتك أستاذ داود. أهلا محمد بجنابك. وعبر سكايب معاون مدير عام تربية الرصافة الثالثة سابقا المستشار القانوني الأستاذ رحيم عوفي، مرحبا بحضرتك. الله يا مرحبا. أهلا بجنابك أستاذ داود. أبدأ مع حضرتك، شلون شفت استعدادات وزارة التربية والمديريات للعام الدراسي الجديد الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك أستاذ محمد ولمشاهدي قناة الأيام الكرام. نتمنى وهي أمنية قد تتحقق وقد لا، أنه نتجاوز مرحلة المعاناة ومرحلة التلكؤ ومرحلة التذبذب بكل الموازين وكل التوجهات التربوية اللي نعانيها كل عام وكل سنة. ما زلنا حقيقة كتربويين غير متفائلين هذا العام أسوة بالأعوام السابقة، لأنه لحد اللحظة وصلت التجهيزات التربوية لكل المدارس أو لقسم المدارس ما يقارب في أحسن الأحوال 60% من التجهيزات المدرسية، الكتب وطبعا بس كتب بالمناسبة. يعني كنا في زمننا إحنا على الأقل وإلى وقت متقدم في زمن الحصار استلم الطالب كامل تجهيزاته التربويه، دفاتر واقلام وابرات ومحات ومساطر. هسه عمي الناس ما تريد الاقلام ولا تريد الكتب. الكتب وهو حق التلميذ، لان التعليم مجاني فيفترض التجهيزات بالكامل. استاذ محمد، يعني احنا خلينا نكون واقعيين اكثر. يعني انا بالنسبه لي كتربوي دا اشوف معاناه الادارات، دا اشوف معاناه المديريات. يعني ماكو واحد عنده امكانيه يعطي ويحتفظ بها لنفسه كمديرية وكإدارة، لأنه الخلل من الأعلى. يعني يفترض أهل الخبرة اللي يقودون الوزارة، وأنا أشك أن هناك خبرة في قيادة الوزارات، لأنه كل وزير يجي وكل إدارة تجي تجيب معيتها جديدة وتبني على خططها هي. يفترض أن نستفاد هاي العشرين سنة، أن نستفاد من الأخطاء المتراكمة والمتكررة في كل عام دراسي، لكن لحد الآن حقيقة ما تجاوزنا هذه المحنة وما تجاوزنا هذه العواقب التربوية، وكأنما الأمر مقصود أنه يبقى التعليم راكد، يبقى غير متفاعل الدولة معه، ويبقى يعاني من نفس المعاناة. يعني أنا أضرب لك مثل وأرجو أن ما تأخر على ضيفنا الكريم. عام 2008 تم إنشاء مدرسة مباشرة بها، باشروا بها كأساس. العام 23 يلا كملت 2023، 15 سنة مدرسة بناء حديدي، 15 سنة كملت. 2003 نهايتها أنا سجلت فيديو ووجهته إلى المديرية العامة للتربية الكرخ الثانية، قلت لهم يابا هاي المدرسة كملت وإحنا اختناقات عندنا، مدارسنا صفوفنا يصل إلى 60 طالب، زين ليش باقي هيكل؟ انتهت. قبل شهرين ثلاثة أيضا وجهت فيديو مصور ومسجل المدرسة وياي، قلت لهم المدرسة كملت وانغلقت والآن تعرضت إلى إصابات كبيرة، يعني الأطفال والأهالي وكذا، صارت بها حقيقة خلل كبير واضح. يعني هذا البناء والتغليف الجاهز أصبحت أيضا معرضة، وطلابنا أيضا 60 إلى 50 طالب. فمباشرة 60 طالب بالصف الواحد؟ طلابنا نعم. مجبور المدير يقبل هيك أعداد؟ مجبور، لأن كل مدير كل مدرسة عندها رقعة جغرافية، هذول يلتحقون بهاي المدرسة، مقسم الرقعة الجغرافية على عدد المدارس. وإحنا اللي مدرسة بها المتوسطة والابتدائية كل المدرستين تقريبا 2500 طالب يوصلون. شفتهم الطالب اذا انت مخلي 60 طالب بصف واحد؟ مو بس شفتهم استاذ، يعني الوقت المقرر للتلميذ هو 40 دقيقه، 50 طالب 45 طالب، اذا خمس طلاب مشاكسين على استمرار الدرس يعني الوقت انتهى، راح ينتهي المدرس او المعلم في هذا الوضع. وايضا التوجيهات والسلوكيات المتكرره والخاطئه راح تعيق إدارة المدرسة من تنفيذ خططها ومخططها اللي ببالها. فشاهد الكلام، يعني من 2008 إلى 2023 مدرسة كملت، من 2023 إلى اليوم 24 ما استلموها، وبدت تتعرض إلى حقيقة تصدعات كثيرة في بنائها. فهذا الخلل من عدم المتابعة وين؟ هاي وحدة. ثانيا الترميمات احنا أكدنا باستمرار، وهاي أيضا خلل مشخص لأعوام متتالية. الترميم في المدارس ليش يبدي في بداية الدراسة وأغلق مدرسة وأنقل طلابها إلى مدارس أخرى؟ أنا عندي فترة استراحة من شهر السادس إلى التاسع، ترميم في كل الأحوال هو ترميم، رمم بالعطلة. برمم بالعطلة،
يعني خلي اخذ له فد 15 يوم اضافيه ممكن اخر الدوام، لكن ما ابدا بشهر الثامن او التاسع وانقل مدرسه بكامل وملاكاتها واسوي دوام ثلاثي وساعتين ونص دوام، جيد. هذا مو تعليم، هذا فشل في الاداره والتلكؤ واضح في كل التخطيط التربوي اللي موجود في بلدنا. جيد. استاذ رحيم ارحب بحضرتك مره اخرى. اسالك اليوم وزاره التربيه تريد من الطالب انه الالتزام والنجاح ويحاسب على ابسط الامور، وهي الوزاره يعني ما شاء الله انه من تجي كل سنه سنتين تغير المناهج ونشوف المناهج صعبه جدا صارت على الطالب بالابتدائيه، مال الرابع ابتدائي صار للاول ابتدائي. زين، هذا الطالب ما ملزمه هذه الوزاره انه توفر له كتب حتى بنهايه السنه تجي الطالبه بامتحان ونجاح؟ شلون ممكن ينجح هذا الطالب اذا هو كتب ما موفرت له؟ شكرا، تحية لكم جميعا، وبمناسبة تهنئة ومباركة لأبنائنا الأعزاء ولعوائلنا الكريمة مع بداية عام دراسي جديد، عام 24-25. نتمنى للأعزاء من الأبناء التفوق والنجاح بإذن الله. بلا شك الحديث طويل وعريض عن الواقع العام أو الواقع التربوي في وزارة التربية العراقية، ونحن في بداية عام جديد، وأنا أرى حقيقة يجب أن تكون استعدادات ويجب أن تكون بداية ناجحة ومثمرة، ولكن لم يتضح لنا على الواقع الحي شيئا ما. تحديات حقيقة كبيرة وكثيرة واجهت الواقع التربوي أو العملية التربوية للعام السابق، ألا وهو عام 23-24، ومعروف للجميع نسب النجاح الأخيرة المتدنية فيما تخص التعليم الحقيقة الابتدائي والثانوي، والكل يعرف أن نسبة النجاح للعام السابق فيما يخص المتوسط ما لا تتجاوز 30%، والإعدادي لا تتجاوز 4%، ولحد الآن لم يحسم الأمر، لأن تعرف امتحانات الدور الثاني جارية لحد الآن، وأبنائنا الأعزاء سوف يباشرون بالدوام يوم 22/9، اللي كنا نتمنى بالمفهوم العام والمفهوم الإنساني والمهني والأخلاقي والتربوي، وهذا اليوم يوم مأثور وله حقيقة واقعة وحدث، لأن تعرف ملايين من أبنائنا الأعزاء يتجهون إلى مقاعد الدراسة، وأولياء العوائل العراقية الكريمة عدت العدة. أستاذ رحيم، مشاكل القطاع التربوي تجاه أبنائهم ليحققوا حقيقة طموحاتهم ونجاحهم حتى يبنوا مستقبل بلد بأكمله. إذا تسمح لي مشاكل القطاع التربوي إذا أريد نناقشها يحتاج لنا فد 10 حلقات لكثرتها. خلينا اليوم نناقش موضوع توفير الكتب الدراسية، وأيضا مشكلة البنى التحتية. المدارس اليوم نتحدث عن 60 طالب بصف واحد، ونتحدث عن 40% من الطلاب ما يستلمون كتب مناهج فيما. شنو الصعوبة؟ شنو الصعوبة على وزارة توفر كتب للتلاميذ؟ أخ الكريم، بلا شك وزارة التربية يعني خصصت لها موازنة كبرى، يعني على ما يقارب أكثر من 11 تريليون هي مخصصة إلى وزارة التربية للمستلزمات الدراسية والأمور الأخرى الخدمية وغيرها. زين، عممت كتاب وزارة التربية نصا صادر من وزارة التربية وجهته إلى مديريات التربية الفرعية، ووضحت بأن الكتاب أنتم لكم حصة 30% فيما يخص كتب المرحلة المتوسطة والمرحلة الإعدادية 30%، والباقي هم الاعتماد على الكتب التدويرية أو الكتب المستهلكة أو القديمة. أما ما يخص الابتدائي أعتقد كانت النسبة جيدة بالنسبة للأول والثاني 100%، الثالث والرابع 70%، وكذلك أشار في الكتاب أكو كتب ما يخص الأحياء وعلوم الإنسان بالنسبة للإعدادي أو المتوسط هذه كانت نسبة 15% المسؤولة بتجهيزها وزارة التربية. قضية الكتب أخي الكريم قضية حقيقة يعني من التحديات، طبعا هي الدستور من كفل التعليم شلون يعني إذا شنو الأسباب كتب. برأيك شنو الأسباب الرئيسية اليوم اللي تخلي وزارة التربية في كل عام عاجزة عن تغطية 30-40% من الطلبة بالكتب الدراسية؟ أخي نتكلم عن المنهاج الوزاري، نتكلم عن دور
مجلس الوزراء، نتكلم عن دور دولة رئيس الوزراء، وزارة التربية، هذا العراق أخي الكريم، وزارة التربية مثل ما ذكرت ملايين راح تتوجه للدراسة، أولياء أمور، أمهات، آباء ينتظرون أبنائهم، هذا الشاب الطالب عندما كيف شو أوفر له؟ إذا أنت إذا كتاب، أنا لحد الآن المشكلة عندي بالكتب، تدري أكو كتب ما تجي نهائياً؟ هذا الكتاب حقيقة به دافع علمي، دافع مادي، معنوي، نفسي، هذا له أثر، له أثر على الطالب. بداية عام جديد يفترض يعني قضية الكتب تعالج. طبعا تعرف انت المطابع استاذ رحيم، الطالب وخاصة المراحل الابتدائية في دول العالم، رعاية صحية، وجبة اكل، انواع الاهتمامات بالتلاميذ والطلبة. بالعراق كتاب ما يدبروا له كتاب المنهج ما تميد. باختصار احنا صاحبين تاريخ حافل ما يخص المطابع العراقية وملفات الفساد ما يتعلق بالكتب والمطابع، وهذا شيء معروف، وتعرف اكثر من مره اكو كتب، مئات الاف الكتب وجدوهن بالاسواق ومجموعة الاجهزه الامنيه. اخي الكريم، وزاره التربيه بحاجه الى اعاده النظر، وزاره التربيه بحاجه ان تكون في عين الحكومه، في عين دوله رئيس الوزراء. اخي الكريم، وزاره التربيه وضع الكتب، يعني انت تكلمني على البنايه، يعني هذا الطالب 60 بالصف، انا عشت هذا، انا احكي لك واقع عايشه ولامسه، 60 و65، ودوام ثلاثي، وذا 60 و65 ينتظرون ايضا، يعني اكثر من 1000 طالب ينتظرون يداومون دوام ثاني في قضيه البنايات، وبالاخص في هذه المناطق المزدحمه، مناطق الرصافه او اطراف الكف في بغداد. خلينا نتكلم، لان احنا عشنا بهذه المديريات واشتغلنا. اخي الكريم، وضع العام يعني هاي التحديات ما ابدا ما جيد وماكو اي فرق. وضحت الفكره، وضحت اذا تسمح لي استاذ. كمل قبل لا تسالني، تفضل. افكار وردت لي وهو يتحدث، سالت التحديات ليش، شنو السبب للتربيه؟ هي ماكو تحديات بيئيه او تحديات طبيعيه او تحديات مفروضه عليهم من الخارج انه ما ينطي كتب او ما يجهز مدارس. انا كواقع حال تربوي، هاي صارت 33 سنه الآن، التحديات الموجودة هو الفساد اللي مغطى بقانون. شلون يعني؟ يعني مدير عام التربية أو معاون مدير عام التربية أو مدرس متقاعد بناء مدرسة أهلية، المدارس الأهلية متوفر فيها كل شيء بصراحة، يعني مدرس المدارس الأهلية فترة قصيرة لكن راقية جدا، المدارس الأهلية كل شيء متوفر بها، من مقاعد، من عدد 23 طالب في الصف، نعم، ملاكات متكاملة، كتب متكاملة، بنايات محترمة للغاية. فالأهالي من يشوفوها ينبهرون بها. تروح تقارن بالمدارس الحكومية تلقاها مدارس هياكل، بنايات هياكل، تبريد ماكو، نظافة صحية ماكو، ساحات عبارة عن أحجار متناثرة الغالبية مالتها، وأيضا ملاكات ما متكاملة، كتب ما مجهزة. فالغاية منها شنو؟ نقل الطلاب من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي. شقد بالمية من الناس ما عندهم إمكانية يدفع له مليونين بالسنة؟ نعم. هذا اللي عنده 3 أطفال بالمدرسة، مين يجيب 6 ملايين بالسنة؟ واصل لك، راح أوصل لك. هاي وحدة اللي راح يبقى هاي أولا. السبب الثاني، مدارس المتفوقين والمتميزين اللي يروح لها طالب متفوق، لأن الأب من يشوف ابنه اللي يطلع معدلات 90 و95 ويقعد بمدرسة مروحة ما بيها، تبريد ما بيها، ساحات ماكو، حديقة ماكو، ألعاب رياضة ماكو، مرسم ماكو، موسيقى ماكو، وموجودة وملاكات غير متكاملة وكتب ماكو، فيضطر ينقله إلى مدارس المتفوقين اللي أيضا مدعومة من قبل التربية، على اعتبار هاي واجهة من واجهات المديرية العامة للتربية في النسب وفي النظرة الأولى للمسؤول الزائر، أنه هذا قطاع تربيتنا هاي مستوياته، ويترك الجانب السلبي ما يأخذ الوزير أو يأخذ رئيس الوزراء أو أي مسؤول. فتصير هجرة عكسية من المدارس الحكومية إلى المدارس الأهلية. هذا تسألني ليه شنو الغاية؟ الغاية منه إفشال العمل الحكومي أو التعليم الحكومي، ونقله من التعليم المدعوم أو التعليم المراعى من قبل الحكومة إلى خصخصة التعليم. شيئا لا فشيئا. مو افشاله، لا، هو وفق هذه المعطيات فهو فاشل. فاشل اذا ما يتوفر صف دراسي، وما تتوفر رحله، وما يتوفر كتاب، وما يتوفر معلم، ففاشل في فاشل. شنو الصعوبه اليوم انه انا اوفر كتاب؟
ويعني معقول الفساد وصل حتى داخل طباعة الكتب؟ مليارات الدولارات تصرف على وزارة التربية وتعجز بالتالي من توفير كتب لطلبتها؟ أستاذ محمد، أنا مدرس، درست أول وثاني متوسط قسما بذات الله، سنة كاملة أدرس لغة إنجليزية. الكتاب الجديد اللي قالوا راح يطبعوه وصل يمكن بشهر 12 عفوا أو منتصف 12. كم طالب من مجموع 40 طالب استلموا؟ يعني حتى أكون دقيق يجوز 10 طلاب من مجموع 40 طالب. من مجموع 40 طالب لكل صف 10 طلاب استلموا، يعني كل أربع طلاب يشاركون بكتاب. هو ما يشاركون، هو الطالب يقول لك كتابي هذا بحقه، أيوه يعني متفضل عنه بصف هذا أنطاه. وما مرات إحنا المدرسين ما عندنا كتاب جديد فنستعين نأخذ كتاب الطالب أو نصوره، هاي واحدة. ثانيا الطباعة يعني هي مو مشكلة ترى، يعني أنا كوزير كرئيس هيئة زين هيئة الرأي اللي قاعدين ومستشارين، يعني ليش أطبع ما ليش ما أطبع من شهر الثالث للعام القادم أوفر الطبع؟ ليش ما أطبع؟ شنو المشكلة؟ إيه مو حتى الطبعات متغيرة يوميا، طلعين عضلاتهم على الطالب وغير بالأمور وتعال هالكتاب بعد مداخل منهاش هذا لازم كتاب جديد. هاي بها فد حالة أيضا، حالة من الفساد. يعني أكو بالطبع إحنا نقول كأصحاب خبرة يتقصد يخطأ بالطبع بفد فقرة فد كلمة فد تاريخ حتى يعيد طباعته مرة ثانية ويستفاد أيضا من المبالغ المالية المعاد تطبيعها أو يسحبها من الطلاب ويعيدها بالكامل. يعني أكو قبل بالتسعينات كان تجينا كتاب يا بتركوا أخطاء بالصفحة 10 بالصفحة 100 بالصفحة 90 الخطأ هكذا التصويب هكذا، يبدأ المدرس والإدارة صحح أثناء الدراسة، ما يسحبون كتاب، ماكو حكي أسحب كتاب بطبعه وخلي الطالب بلا كتاب. شوف أكو توجه متفقين أنا ويا كل المشاهدين أنه لإفشال التعليم بشكل كامل، مثل ما أفشلنا المستشفيات الحكومية وخليناها أهلية انتهت حالة الخصخصة وأصبحت الحالة الحكومية هي المستضعفة، هي المستضعفة، وبالتالي نصل إلى مستوى أنه كل شيء يدفع مقابل أموال، تتعلم مقابل أموال، تتعالج مقابل أموال، كهرباء مقابل أموال، مي مقابل أموال، والما عنده يضرب رأسه بالحائط. يضرب رأسه بالحائط، يعني أنا مواطن أشتري مي ليش مثلا؟ أشتري كهرباء ليش؟ أروح أتعالج بفلوس ليش؟ أنت مدولة اشتراكية، قطاع خاص وقطاع عام، طيب أخذ مني ما يخالف. بس بالدول الأخرى اللي تطبق تجربتها، الدول الأخرى تتعامل بالساعة تعطي المبلغ الموظف، يعني بالساعة ورقة، بالساعة 50 دولار، بالساعة 25 دولار. أنا إذا أشتغل 8 ساعات تنطيني 30,000 يومية، وتأخذ مني أروح المستشفى 1.5 مليون، 1.25 مليون راتبي كله تأخذه من عندي. إذن وين هذا أيضا حالة من حالات الفساد. جيد أستاذ رحيم، أعود لحضرتك بالله. نعم. أسألك بالله عليك، في أي دولة تصير هاي الحالة أنه طالب أو طالبة يروح يسجل بمدرسة يقول له تروح تجيب تشتري الرحلة مالتك وتجي ما عندنا رحلات؟ أنا هذه الحادثة حصلت مع بنية بالأول المتوسط. قالوا خلاص تجين رحلة تجيبيها وياك، قالت لهم أنا يا أبويا مسافر ما عندي أحد يعني يقدر يشتري رحلة وينقلها، المديرة قالت لها انطيني فلوس الرحلة أنا أروح أشتريها. في أي دولة تصير هاي الحالة يأخذون فلوس الرحلة أو رحلة الطالب لازم يجيب رحلته ويا من برا والكتب يشتريهن من برا يلا يقبلوه بالمدرسة؟ ما تفضلت صدقت وحقيقة، يعني بالمناسبة خليني أقول لك شيء، تدري الآن معاناة العوائل على ورقة قبول، يعني أنا اتصل يعني قبل أسبوع أكثر من واحد اتصل مدير العام يعطي موافقة يروح للإعدادية أو متوسطة نموذجية متفوقين يقول لي أنا عندي المدرسة مزدحمة وما عندي مجال وما عندي استيعاب. طيب السيد المدير العام شلون تعطي موافقة؟ يعني مدير العام يعني كاتب لمدير المتوسطة يقبل مدير العام؟ نعم مدير المتوسطة يرفض. اي 60 طالب سويهم 60 طالب سويهم 65. اخي انت تدري وصلت ورقة القبول في 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 بعض مديريات التربية كم مبلغ؟ قضية اخي خلينا بصراحة ارجوك دعنا من الخطابات الجانبية والشكلية والروتينية، الوضع العام يعني وزارة التربية اصابها الخراب اكثر من غيرها. صار القبول بفلوس يا اخي الكريم، عدا الخراب اللي اصاب البلد كانت حصة وزارة التربية حصة الاسد. اخي المحترم اخي الكريم يفترض يعني يجب ان يكون تغيير جذري في قيادات وزارة التربية. اخي يعني قيادي في وزارة التربية معني في ادارة المديرية غير امين غير نزيه غير قبول. يا اخي انت تعتمد له تعطي اسئلة ويمتحن
يعني يمتحن هاي الأبناء اللي عدوهم أهلهم وربوهم وجابوهم وخسروا عليهم كم وكذا. يا أخي الكريم، القضية بحاجة إلى متابعة، بحاجة إلى إعادة نظر في وزارة التربية، وشاهد شاهد من أهلها الأخ الضيف الكريم زميلي. وأنا طبعا نحن لامسين الواقع، مو قال الراوي أو وما عندنا حقيقة، لا يعني ما عندنا فد غايات أو طموحات أو شيء، ولكن للأمانة وحقيقة والمسؤولية الإخلاقية والمهنية وال يعني الإنسانية تحتم علينا نكشف الواقع. نعم. التربوي المزري راح ليش رحلات؟ احنا رحلات صرفوا مبالغ، صرفوا أخي صرفوا مبالغ مستلزمات، تروح هاي المبالغ تروح بتجيب مستحقيها. تجاوزنا على وقت الحلقة. معاون مدير عام تربية الرصافة الثالثة سابقا المستشار القانوني رحيم عوفي، شكرا جزيلا لك، والباحث التربوي الأستاذ داود الحلفي، شكرا جزيلا لجنابك. إذن مشاهدينا، ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز الأخبار. المجلس الوزاري للاقتصاد يعلن عقد جلسته المقبلة في إقليم كردستان لبحث القضايا المشتركة والعمل على حل المسائل العالقة. الناطق باسم القائد العام يؤكد بأن العراق حقق مستويات متقدمة بالدفاع الجوي ونصب رادارات بمستويات عالية. العمليات المشتركة تعلن قتل مفرزة إرهابية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالة بضربة جوية نفذها صقور الجو. وزارة الداخلية تعلن اعتقال متهم بحوزته 43 بطاقة مصرفية معدة للتهريب في النجف الأشرف. رئيس هيئة الاستثمار يعلن زيادة حجم الاستثمارات المتحققة خلال عام ونصف إلى 69 مليار دولار. حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.